هذه رسالة مني إلى كل الدوائر الدائرة الوزارية أولا، وأيضا كل المراكز والمعاهد الموجودة على المستوى الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، بأن يباشروا هذه العملية فور دخولهم إلى المؤسسات بداية من يوم 5 أكتوبر. أنا أدعو من هذا المنبر ومن خلال المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة كل منتسبي قطاع الشباب والرياضة إلى الانخراط في هذه الحملة الوطنية حتى تعود الحياة كما كانت عليه قبل كوفيد-19.